هل نستطيع القول أن موجة الهبوط انتهت كما تقول بيوت الأبحاث الكبرى أو شركات الأبحاث الكبرى وبنوك الاستثمار، أو بالفعل وصلنا إلى القاع؟ صباح الخير محمد، وشكرا للاستضافة لليوم. بعدين بعد في عنا معطيات مهمة جدا نحن لازم ننتظرها قبل ما نقول انه نحن فعليا التصحيح انتهى وهلا نحن رح نرجع نرتد عن القاع السابقة. ولكن هذه الشغلة اذا بتذكر حكينا عنها نحن قبل باحد المقابلات اللي عملناها، اللي هي نحن اي هبوط حاليا عم نشوفه حاليا حتى لو هذا الشيء ما هو اللي يؤدي لركود اقتصادي او ما هو نشوف بعد انهيارات اكثر بالاسواق الأمريكية، على المدى البعيد عم نشوف نحن في عنا احتمالات نشوف نرجع قمم جديدة، إن كان مش هلا يمكن بعد سنتين أو ثلاثة أو حتى بعد 4 سنين من بعد ما نشوف التصحيحات التي بتحصل. فشي طبيعي جدا نحن نشوف باينج ذا ديبس انه يكون عم بيحصل تدريجيا هلا. ولكن اللي بينذرني شوي اكثر من هلا محمد هو بالسيوله المتواجده بالاسواق حاليا، لانه عم نشوف نحن كنا اخذ الارباح عم بيحصل بشكل كبير جدا، وهلا حاليا شهية المخاطرة بلشت تتدنى من بعد ما شفنا على الهبوط اللي كان عم يحصل هلا فعليا. والادخار اذا بجي بتطلع معدل الادخار بالولايات المتحدة على مستويات متدنية جدا، والكريدت كارد كمان ريتنج عم نشوف هلا على اعلى مستويات فعليا، يعني القروض او الدين عالي جدا، الادخار والسيولة هلا متواجدة من الاستثمارات فقط. فهل رح نرجع نشوف ضخ لهذه السيولة بشكل مباشر وبشكل قوي جدا على هذه الشركات اللي كانت عم تدعم الاتجاهات الصاعدة؟ هون السؤال المهم اللي لازم نكون عم نركز عليه. فبظن رح يصير في تنويع بشكل أكبر بين الأساميز وبين الشركات اللي فيها مخاطرة بعد أكثر، مثل التكنولوجيا وإلى ما هنالك. يعني معنى كده الفترة اللي جاية ممكن نشوف استفادة أو ارتفاع لمؤشر راسل للشركات الصغيرة أكبر من المؤشرات الرئيسية، يعني خاصة مع توقعات خفض الفايدة. احتمال كبير جدا نشوف هذا التنوع، كون انه رح يكون شوي عم نشوف نحن انه بالفتره الماضيه محمد كنا عم نشوف نحن الشهية مخاطرة عاليه جدا، مثل ما كنا عم نقول الاستثمار كان عم بيكون بشكل واضح على شركات التكنولوجيا والشركات اللي عم تفوت بمخاطره شوي بالاستثمار بالذكاء الاصطناعي، اللي هي تكنولوجيا بتنعد جديده على الاسواق الى حد ما، هي موجوده تاريخيا ولكن فعليا هلا عم نشوفها على الافراد جديده جدا. فهون نحن عم نشوف كنا على الخروج اللي كان عم يحصل من الاسم ايز مثل الراسل 2000 او الشركات المتواجده بالراسل 2000، اللي هي فعليا سعرت حال الاسواق الامريكيه بالسنه الماضيه، كانت عم تفرجينا حال الاقتصاد بشكل اوضح من اذا بدنا نقارنه بناسداك واس ام بي 500. وهذا الشيء بيعني انه في معقول يكون عندي شهيه على هذه الشركات، هل يمكن ما نشوف ارتفاعات قويه جدا ولكن رح تكون القبوليه عليها يمكن شوي اعلى من شركات التكنولوجيا اللي كانت عم تنزل على فقاعه كانت عم تخسر فعليا. يمكن فقاعة مش موجودة، يمكن هلأ التصحيح أنقذ الوضع فعليا، ولكن بشك نرجع نشوف الارتفاعات القوية جدا اللي كنا عم نشوفها قبل والزخم الصاعد القوي جدا اللي كنا عم نشوفه قبل. صحيح جورج، يعني تسعير الأسواق لخفض الفائدة الآن أو العقود الأجلة على الدولار لهذا العام وصلت إلى 100 نقطة، يعني أن الأسواق تتوقع خفض 100 نقطة خلال الأشهر المتبقية القليلة، هل هو منطقي أم مبالغ فيه؟ بظن منطقي جدا محمد، اذا بجي نشوف نحن تاريخيا الفيدرالي كيف كان عم بيواجه هذه المراحل، يعني لما كان الفيدرالي عبر التاريخ من تقريبا 50 سنه لورا لهلا، كل ما كان في عندي مواجهه للتضخم بشكل قوي جدا باستعمال الفائده ورفع السياسه النقديه الفائده اكثر، لما كنا عم نجي لنهايه التثبيت كنا عم نشوف تخفيض مفاجئ وقوي جدا وسريع جدا. يعني فترة رفع الفائدة كانت عم تتراوح 6 إلى 7 أشهر تقريبا، تثبيت الفائدة كانت عم تتراوح بحدود 5 أشهر إلى 8 أشهر تقريبا، وتخفيض الفائدة كان عم يروح تقريبا ب 3 أشهر 4 أشهر، يعني بفترة أقصر وأسرع من طريقة الرفع والتثبيت تدريجيا. وهذا الشيء بعتقد سيناريو نحن احتمال نرجع نشوفه يكون عم يحصل تدريجيا معنا.